عرفنا بنفسك. محمد أحمد سليمان محمد، محاسب قطاع النشر، تحديدا في شؤون العاملين. كان لي الشرف أن أنا أفوز بعضوية صندوق التأمين الخاص للعاملين بأخبار اليوم. والله والصندوق عبارة عن شركة مساهمة، كل موظف أخبار اليوم مساهم في الصندوق. اللي حفزني أو دعاني أن أنا أنزل انتخابات الصندوق أن الصندوق عبارة عن ماليات، وبيحتاج في المقام الأول رجل يكون تجاري، يعني فاهم يعني إيه ميزانية، فاهم يعني إيه حسابات، حتى لو في طرح يقدر يتكلم فيه في مناقشة، في تحليل، في أي فكرة، فيكون عنده الخلفية الكاملة أنه يتكلم في صندوق ويعني إيه صندوق. طيب ممكن تعرفنا بفكرة الصندوق قايمة على إيه، وإزاي كل عامل بيستفيد من الصندوق ده؟ والله الصندوق عبارة عن رئيس لمجلس إدارة الصندوق، عبارة عن أمين للصندوق، عبارة عن سكرتير للصندوق، وعبارة عن 6 أعضاء بيتم التجديد لثلث الأعضاء سنويا، وده من خلال انتخابات بيحضرها جميع أعضاء الجمعية العمومية، وكل واحد ليه الحق في التصويت، ويتم من خلال الانتخابات اختيار 2 يعني عضوين جداد للصندوق، أول 2 اللي كانوا موجودين اللي تم عليهم التجديد. بتبقى كل قد ايه؟ بتبقى كل سنة حضرتك، بتبقى كل سنة. حاطك من الصندوق ان انت توصل بيه لحد فين؟ والله احنا لغاية دلوقتي كويسين قوي قوي، يعني الصندوق الحمد لله عبارة عن 2 و3/4 عن كل سنة خدمة، بحد اقصى 95 شهر، يعني العامل يكون مأدي خدمة 34 سنة و6 شهور كحد ادنى عشان يحصل على ميزة الصندوق. ويا رب في الوقت دوت نحافظ على الميزة ديت، وندعي ان الله عز وجل يكون فيه احسن ويكون فيه افضل من كده، ويعني يكون في تنمية حقيقية للموارد الموجودة، وربنا يعني يوفق. يعني هل شايف ان في عراقيل ممكن تقابلك في طريقك؟ والله خير ان شاء الله، اللي جاي كله خير بإذن الله، وندعو من الله عز وجل ما يكونش في عراقيل وفي حاجة. و متفائل؟ اكيد بإذن الله، طبعا طبعا لازم يكون في تفاؤل عشان يكون في جديد. كلمة أخيرة تحب توجهها لمين؟ والله أنا أحب أوجه الكلام دوت لكل الزملاء والزميلات اللي نزلوا، سواء اللي انتخبوني أو اللي ما انتخبونيش، بشكرهم لأن هم حقيقي كان يوم طويل قوي، ووقفوا كتير وتعبوا كتير، وبشكر القائمين على إدارة مؤسسة أخبار اليوم، السيد الأستاذ أحمد سامح رئيس مجلس الإدارة، والسيد الأستاذ أو السيد المهندس أحمد تاج مدير عام المؤسسة، والسيد الأستاذ فهمي مرسي مدير عام الشؤون الإدارية، وسيادة اللواء مدير الأمن، وبشكر كل الزملاء والزميلات، وبشكركم كلكم، وأقول لكم ألف 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 شكر حي، والله ألف ألف شكر. نشكرك وبالتوفيق إن شاء الله. ربنا يبارك لي فيكم يا رب. وعماري أخبار اليوم.